جهاز المشي من أفضل الأجهزة الموجودة ومنتشرة بكل أندية وأغلب البيوت، وهذا الجهاز وايد ممتاز حق حرق الدهون إذا تبي أو حق رفع اللياقة إذا أنت تبي. ولكن في أجهزة يسمونها فيها موتر، يعني موتورايزد، فيها موتر محرك يحرك، وفي أجهزة يسمونها مانيوال اللي ما فيها موتر، تعتمد على حركة جسمك أنت اللي تولد الحركة. فخلنا نشوف شو الفرق بينهم، وانت بعدين عليك اللي تختار اللي يناسبك. اذا الجهاز اللي فيه المحرك، هذا الجهاز طبعا غالبا يكون غالي بسبب المحرك فيه، وغالبا يكون لانه فيه كذلك الكمبيوتر عشان يعطيك البرامج، وفي برامج معينه انت تحطها، برامج التدريب زين الهيت وغيرها مثلا، كذلك فيها شاشات معينه تلفزيون ولا غيره زين، بس عيب انه ثقيل وايد غالي، وغالبا يستهلك كهرباء حق الناس اللي بلادهم يعني كهرباء عندهم غاليه، يعني ما ينفع حقهم. ولكن الحلو في هذا المتحرك ان الحركه مالتك ثابته، تقدر تحط حركه ثابته، سرعه ثابته طول الوقت، هذا شيء. وشيء ثاني كذلك انت ممكن يعني تزيد سرعتها اكثر من المانيوال. المانيوال عادي ما يدرس السرعه معينه، لك سرعه معينه وبس، هذه لا، السرعة مالتها أكثر وأسهل زين. بس طبعا تستهلك وايد مثل ما قلنا كهرباء، الصيانة، الموتر والتزييت وما إلى ذلك زين. هذا بالنسبة اللي فيه موتر. اللي ما فيه موتر المانيوال وايد خفيف، رخيص وايد، ما يستهلك كهرباء، صيانته almost zero، ما تحتاج صيانة، خفيف مثل ما قلنا، تصفى تحطه أي مكان. وفي نوع، في نوع اللي صاير السير ماله سيدة نفس العادي فلات أرضية، وفي المتقوس. المتقوس بدأ ينتشر الآن بكثرة لأن خاصة في الأندية، لأن حلو فيه ماشي على طبيعة ركضة الإنسان. أنت لما تركض حركة ريولك صايرة كذي متقوسة من بداية لنهايتها لما ترتفع، فهي بطبيعة الإنسان مو سيدة، فلذلك هي أخف على الركب وأخف على الأنكل اللي هو الكاحل. فبالتالي وايد وايد مهم حق اللي حريص إنه ما يصير ضغط على مفاصله. العيب في إنك ما تقدر تروح سرعة عالية، وكذلك إن بداية أنت تحتاج جهدك مو جهد الموتر. الموتر أنت ذاك الأولاني، أنت بس مع الموتر سوي الحركة اللي تبيها، هذا لا، أنت اللي تولد الجهد، أنت لازم تبذل جهد أكثر حتى تزيد سرعتك أكثر وأكثر، وتخف في وقت لما أنت تحتاج أنك تخف. كذلك العيب أنه ما في المانوال، ما في برامج معينة، ما في شاشة معينة، ما في مجسات اللي تطلع لك ضربات قلبك. كذلك مثل ما قلنا السرعة مالته، هذاك سرعة مالته ثابتة، تقدر تثبت سرعة على سرعة معينة على مدى نص ساعة ولا كذا، هذا لا، أنت تعتمد على سرعتك أنت وطبيعة الإنسان، صعب أنك تحكم بسرعة معينة دقيقة. فهذه الفروقات تقريبا الموجودة في المانوال وفي الموتورايز في المحرك، وأنت لك حرية الاختيار اللي تشوف اللي يناسبك. بس احنا علينا أن وضحنا هذا الشيء، وشوفكم بعدين فيه زين. انا الحين عندي رياضه، الحين بلعب رياضتي. اوكي، مع السلامه.